حسين ويزيد مستمرة على مدى التاريخ، وفي كل يوم تدعونا هذه المعركة لنكون في معسكر الحسين أم في معسكر يزيد. ونحن إن شاء الله بحق الحسين وأصحاب الحسين نكون إن شاء الله في مدرسة الحسين وفي خط الحسين وفي إن شاء الله مع أصحاب الحسين من الآن إلى يوم الدين. وهذه المعركة تتطلب منا هذا اليوم وغدا وكل يوم أن نلبي نداء الحسين عندما قال: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وجوابنا مع الحسين: هيهات من الذلة، 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 هيهات. ولا عزة ولا كرامة ولا حرية ولا دين ولا تدين إلا في خط الحسين، خط أبي عبد الله. ولتلبية هذا النداء نرفع الأكف عبر الأزمنة وعبر التاريخ ونجدد العهد والولاء لك يا أبا عبد الله في هذه الليلة رافعين الأيدي. إننا يا أبا عبد الله لن نستطيع أن نكون متواجدين في يوم كربلاء، اقبلنا هذا اليوم يا أبا عبد الله، اقبلنا